مشاهدينا جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات، والبداية مع مانشيت. نبدأ مانشيت لهذا اليوم مع صحفنا المحلية التي تناولت أصداء الجلسة الأولى في جنيف بالتزامن مع إنجازات ميدانية يحققها الجيش العربي السوري، فنقرأ من صحيفة الثورية أهم ما جاء فيها من عناوين. المبعوث الأممي لا يتوقع اختراقات وانفراجات، وموسكو تؤكد عدم الإفراط في التفاؤل. جنيف 7 يبدأ بسقوف نجاح متواضعة. لقاء لوفد الجمهورية العربية السورية مع ديمستورا، والغموض يكتنف وفد معارضات الرياض. استهدف أوكار وتحركات إرهابي داعش على طريق الرقادير الزور. الجيش يستعيد محطة الهيل للغاز جنوب السخنة وعددا من القرى والتلال والنقاط الحاكمة بريف السويداء الشرقية. قادمون من جرابلس، وصول العشرات من أهالي حي الوعر إلى بلدة تادف بريف حلب تمهيدا لعودتهم إلى منازلهم. التنافس على دعم الإرهاب يوسع الشرخ. واشنطن تتلاعب على حبال أزمة المشيخات. وأيضا هنأت الشعب العراقي وحكومته بالانتصار الكبير. سوريا، انهيار داعش في المنسل مقدمة لانهيار أوهام الإرهابيين ورعاتهم. من هنا مشاهدينا نتابع مع عناوين صحفنا المحلية، واخترنا من الوطن أبرز التحليلات التي خرج بها الكتاب بناء على التصريحات التي تلت لقاءات اليوم الأول في جنيف. فنقرأ إذن من صحيفة الوطن أهم ما جاء فيها من عناوين. المباحثات مستمرة في تفاصيل الاتفاق الروسي الأمريكي حولها، الهدنة صامدة جنوب غرب سوريا، ومؤشرات عن تفعيل فصل القوات، ديمستورا إحلال الاستقرار أولوية بعد تحرير الرقة، الجيش يتقدم في أرياف السويداء وحمص ودمشق، وعودة المئات إلى الوعر، تيلرسون يقوم بجولة خليجية لإجراء محادثات بشأن أزمة قطر، الدوحة نمتلك احتياطات نقدية تكفينا لمقاومة الحصار، ترامب يتهم كومي بتسريب معلومات سرية، مكان الولايات المتحدة تخسر الحرب في أفغانستان، وأيضا النمسا تمنع دخول وزير تركي، وأنقرة تصدر مذكرات اعتقال جديدة. من الملفات الداخلية والشائكة إلى العربية، كانت عناوين صحف بيروت والتي تصدرها جميعا الملف الصحفي اليمن، فنقرأ من الأخبار أهم العناوين التي جاءت لهذا اليوم. مجموعة العشرين تعاتب الحريري، اليمن كوليرا آل سلمان، سوريا الجيش يطلق الفجر الكبرى جنوب البادية، الموصل بلا داعش رسميا، واشنطن تكبح التفاؤل أمامنا أشهر لحل فعلي، سليماني الجيش لن يسمح ببقاء قوى ذات أطماع في العراق، وأيضا تسريب وثائق اتفاقي الرياض يزيد الأزمة اشتعالا. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونقرأ ما حملته صحيفة البناء من عناوين والتي جاءت لهذا اليوم على الشكل التالي. التفاهم الروسي الأمريكي يطغى على جنيف، وفد واحد للمعارضة واستعداد لانضمام الأكراد، الجرود تنتظر المعركة، والحريري لدعم غير مشروط للجيش بدلا من تهديدات عقاب صقر، إيران سترد على أي إجراء أمريكي سيء، أوكرانيا تبحث مع الناتو خطة عمل للانضمام للحلف، ماي تطلب من المعارضة تقديم أفكارها في رفع التحديات التي تواجه بريكست، اليمن محاولة السيطرة على جبل عنبرة في المناطق الحدودية مع السعودية، وأيضا أستراليا تريد عقد اتفاق تجاري مع بريطانيا. نتابع مع صحف الأرض المحتلة التي رصدت أوضاع الفلسطينيين في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وحملات الاعتقال والإعدامات، فنقرأ إذن من صحيفة الأيام المقدسية أهم عناوينها لهذا اليوم. استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم، مواجهات واعتقالات ومداهمات في الدهيشة والخضر، اقتراح بضم تجمعات استيطانية إلى بلدية القدس الغربية، وإخراج 100,000 فلسطيني. إسرائيل تدعو مبعوث ترامب للتركيز على إنجاز ترتيب إقليمي لتطبيع العلاقات مع الدول العربية.
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين القرارات الاستيطانية في القدس، وأيضا العراق العبادي يعلن النصر على داعش في الموصل. صحف الإمارات ركزت على الأزمة مع قطر وأهم الوثائق السعودية التي كشفت الدعم القطري المستمر للإرهاب، فنقرأ من صحيفة الخليج الإماراتية أبرز عناوينها التي جاءت لهذا اليوم. محمد بن زايد وماكرون يبحثان جهود مكافحة الإرهاب بالوثائق. قطر تنقض العهود والمواثيق دعم الإخوان أو أي منظمة تهدد أمن الأعضاء، دعم الإعلام المعادي أو إيواء أو تجنيس المعارضين للأنظمة. العبادي في خطاب النصر: انتهت دولة الخرافة وداعش إلى مزبلة التاريخ. جنيف 7 ينطلق بتفاؤل أممي حول فرصة للاتفاق في سوريا. الأمن المصري يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف دور العبادة ويقتل 6 دواعش. وأيضا البحرين ضبط إرهابيا من منفذي اعتداء الدراز. إلى هنا مشاهدينا ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم. كتب حميد العبدالله في البناء اللبناني: مجرد قبول الولايات المتحدة التعاون مع روسيا للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية الغربية والتخلي عن سياسة رفض التعاون هو شكل من أشكال الواقعية السياسية، أي البراغماتية باللغة الإنجليزية. في الختام يقول الكاتب: بعبارة مختصرة، أدركت واشنطن مخاطر سياستها اللاواقعية وتراجعت عن هذه السياسة، أي تراجعت عن مغامرات قد تقود إلى اندلاع حرب روسية أمريكية، وباتت السياسة الأمريكية في سوريا على هذا الصعيد أكثر واقعية. كتب مصطفى المقداد في صحيفة الثورة السورية: بالقدر الذي كان فيها الشأن السوري شديد التعقيد سيتحول إلى حالة قابلة للفهم والحل والالتزام في ظل التوافق المستند إلى التزام جدي بمحاربة الإرهاب، وبالتحديد من جانب إدارة ترامب بعد أن تترك سياسة الخلط في التحالفات مع القوى والمجموعات السياسية والمسلحة، وعندها فقط قد يكون الحل التوافقي ممكناً. كتب فايز رشيد في الخليج الإماراتية: جاء قرار اليونسكو كالعادة مخيباً لأمل الكيان الصهيوني وقادته. القرار جاء ليؤكد عروبة القدس وأن لا سلطة للاحتلال عليها. هذا القرار كما القرارات الأخرى السابقة يشكل صفعة للكيان الصهيوني وادعاء قادته عن القدس والهيكل المزعوم، وهي تؤكد عروبة القدس. مشاهدينا، أما الآن نذهب لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. نشرت شبكة CNN الأمريكية وثائق سرية للغاية تخص اتفاقيتين بين دول مجلس التعاون الخليجي وقعت عليهما قطر عامي 2013 و2014. وجاء في اتفاقية عام 2013 المكتوبة بخط اليد والموقعة من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أنه تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس أو مجلس التعاون والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها. وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة الخليج. ومن ضمن بنود الاتفاق: أولا، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولتهم إلا في حال موافقة دولتهم، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.
ثانيا عدم دعم الإخوان المسلمين أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وبعد تسريب الوثائق تبادلت قطر والدول المحاصرة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذ اتفاقي الرياض، وأصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا أكدت فيه أن الوثائق تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به، وشددت على أن المطالب 13 التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة، وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي. أما الآن مشاهدينا ننتقل لنتابع صورا بين الواقع والسخرية منها في الفقرة التالية. ختام جولتنا على أبرز الصحف العربية والعالمية، والآن عودة إلى استوديو جنيف. إليك إياد.